العافية شباب. العافية. أخ خير، إحنا شايفين الشغل مستمر. مستمر وإن شاء الله بتظل مستمر. إحنا موقفناش الشغل لأنه بنكمل بعد في كثير بروجكت في الحارة. الحارة تبعتنا حارة كثير مقبشة. ونطلب من كل السكان الحارة يطلعوا يساعدوا. وفي كثير بروجكت، ما إحنا بدينا إسا في بروجكت نحط شجر في الحارة. في بعض بروجكت من لأسف سليم لمسبري بكيم لأرقام للبيوت، وطبعاً التطبيقات الشوتيفي تبعت الحارة كل الوقت، ونطلب من الكل اللي يساعد. هذا هو اللي أقوله. يعني شو عملتوا خطوة؟ عملتوا لجنة إشي في الحارة؟ طبعاً عملنا لجنة، واللجنة هاي مقبشة وكل الحارة كبار دافعين اللي عليهم الحمد لله. واحنا مش طالبين شيء من المجلس ولا من حدا، احنا في ايدينا وفي مجهودنا وفي عمود كهرباء في التكتيك تبعنا، احنا بنعمل كثير اشياء. طبعا اذا هاي مش طالبين شيء من المجلس، هاي مش شكلي. يعني بدك شيء يعمل المجلس في الحاره؟ المجلس انا بفكر انه هو راح يشوف انه الحاره مقبشت وراح يكون راح يعمل شيء في اشياء اللي احنا ما بنقدرش نعملها إلا المجلس لازم يعملها، زي البسيرة تا هاي، وزي في أشياء اللي إحنا ممنوع نعملها، يعني حتى لو إنه بدنا نعملها ما بنقدرش نعملها، لأن المجلس لازم يعطي الإشور عليها. وإحنا بنتمنى إنه يكون إيد بإيد، ونقدم بلدنا ومش بس حارتنا، كل البلد، نقدم كل البلد للاتجاه الصحيح، والنظافة حلوة، وفيش أحلى من روح العطاء في البلد، في كثير حلوة، وهذا المفروض يكون. خير أنت طبعاً من اللجنة، لا؟ نعم. في مشكلة بالنسبة للشارع فوق حد الدير، يعني عملوه أحادي الاتجاه. في نفس الوقت السيارات عم تمرق على الشقتين، وكيف عملوه مشكلة، وفي نفس الوقت مشكلة عويصة، يعني شو الواحد ممكن يعمل غاد؟ والله أنا إحنا حارة، وإحنا مش مسؤولين على الاتجاهات السير، مش مسؤولين على الأشياء. إحنا بسخة كل نقدر نطلب إنه ما يكونش الإشي زي ما هو، زي ما هون مفكرين يعملوه، لأنه هذا إشي مش صحيح حسب رأينا. أما إحنا ما بنقدر نعمل إشي يعني بالنسبة للشوارع. بس أنا إحنا بنبي لحارتنا، وكل واحد ينبي لحارته، كل واحد ينبي لحارته. بس هاي الشارع هو للحارة طبعاً، كل أهل الحارة بمرقوا من هون، وممكن يصير إشي مع أهل الحارة، هاي القصد يعني. لا من غير شر، إحنا بنتمناش لحد يصير طبعاً من غير شر القصد. أنا بفكر إنه بعده ما فيش إشي ثابت في المجلس المحلي تنو واحد يقدر يطلع ويحكي وكذا، تاني يثبت الإشي تنو نركز أمورنا في البلد وفي المجلس المحلي، بعدين كل إشي بيصير. أنا حسب رأيي راح يصير. إحنا شايفين هون عم تزرعوا شجر، هذا الشجر مين؟ طبعا شجر بده عناية أكيد. إسا بوقت الحاضر إحنا طبعا من تبرعات الحارة ماديا راحين ندفع لواحد من أبناء الحارة اللي يداري هاي الشجرات ويسقيهن، وطبعاً تستصل كل شيء هاي الأشياء. وفي المستقبل بنشوف إذا البلدية بتقدر تيجي لكرتين. معلش تقنياً كيف بده يسقيهن؟ بده يحمل سطل ويدور عليهن يعني؟ لا إسا بوقت الحاضر الأولاني بنسقيهن في النبريج، أما أنا ناوي أعمل انتفتوف لكل القرف الشجرات، لازم أعمل انتفتوف. ووعدونا في المجلس المحلي يعطونا فتحة مي ويعطونا ساعة للحارة اللي نقدر نعمل فيها أشكيام سدلت بطريقة مرتبة يعني. يعطيكم العافية وكل احترام. صورت شجرات يا صاحبي؟ نعم. بدان تعال تصور. نحشت سيف على القتل هيك. عشفته؟ دكتور يعقوب يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شايفين الشغل في الحارة على قدم وساق وشي بيرفع الراس. حبينا منك تعليق صغير. والله هي كلمة قصيرة، إنه يعني كل حارة لازم هي تعتني في الحارة تبعها، وفي مشكلة إسا ننظر المجلس إنه يجي يعملنا المشاريع اللي إحنا بحاجة إلى حاجة ماسي. ففي هون مبادرة من شباب اللي هن لجنة الحارة، وهن كمان مخدين زمام الأمور وعم بجندوا كل الحارة منشان تقوم فيها المشاريع. هذا هو يعني، ما مش لازم نستنى المجلس انه نقوم في المشاريع تبعنا، في مشاريع اللي احنا بنقدر نقوم فيها بصوره شخصيه. لما بتشوف هالشباب الخيري هاي عم تشتغل اهل الحاره وشيء، كيف تشعر؟ شو بيعطيك هاي؟ طلع هو الاشي انه احنا عم نعمل مشروع للحاره ولاولادنا، ولا فيش هون يعني الاشي مش شعور عاطفي ولا اشي، الا في هون مصلحه عامه.
والمصلحة العامة اللي هي تدفعنا إننا نقوم في هالمشاريع. إحنا كموقع يعني متابعين الوضع في عسفيا، بخص في عسفيا عقب حملة التنظيف اللي كانت قبل فترة. كل الحارات في عدوي يعني عم تنتشر من حارة لحارة من حارة لحارة، والوضع مستمر يعني لسه جنتنا من حارة الشرقية النظفين غادوا عم بيعملوا إشي كثير حلو يعني. شو بتحب تقول بظاهره عن الشكل؟ الظاهرة إنه الناس شايفين إنه المجلس مش عم بيقوم في الواجب تبعه، وإحنا هذا مش انتقاد إلا الوضع اللي صار له قائم عدة سنوات، والناس بدها إنه يكون في عندها رفاهية، بدها تعيش في بيئة اللي هي نظيفة، ولما المجلس مش عم بيقوم في الواجب تبعه صار في فراغ. طبعا المجلس القديم لانه المجلس الجديد بعده طيب المجلس قال انه الوضع صار له سنين في هون اهمال، والفراغ هذا اهل الحارات اللي هن عم بيتنظموا وعم بيملوا الفراغ هذا، لانه الناس بدها كما قلت بدهم يعيشوا في بيئه اللي هي نظيفه. يعني ممكن نقول انه عم بيقولوا للمجلس حضر حالك، احنا بدنا هذا المستوى اللي بدنا يكون في اللي عم بيقول للمجلس انه اذا انت مش عم بتقوم في الواجب تبعك فاحنا بنقوم فيه وإحنا من مل الفراغ هذا. يعطيك العافية وشكرا لك.